السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ معاكم النهاردة كورس الفلو سيميليشن. المين ستيبس بقى، احنا المفروض دلوقتي احنا عايزين نعمل الموديل بتاعنا ونحل القصة دي. لازم نعرف الأول التايب اوف اناليسيس، نوع الموديل، الفيزيكال فيتشرز بتاعته. يعني أنا بعمل إيه؟ يعني أنا بعمل مثلا انترنال فلو، بعمل اكسترنال فلو. يعني اكسترنال فلو يعني بعمل مثلا فلو حوالين طيارة، فلو حوالين عربية، فلو حوالين صاروخ، ولا بعمل انترنال فلو، فلو مثلا ماشي جوه ترومبه، جوه ماسوره، جوه هيت اكسشنجر، مبادل حراري. طيب الفلو بتاعي ده لامينار ولا تربلنت، الفلو بتاعي ده كومبريسبل ولا انكومبريسبل، فيسكس ولا نون فيسكس، هضيف الهيت كوندكشن ولا مش هضيف هيت خالص. فده كله انا بحدده، المفروض ان ابقى انا عارف نوع الفلو بتاعي او التوصيفه بتاعته ايه، بحيث ان انا اقدر ادخله على الكومبيتيشن الفلو اناليسيس او سلو سيميليشن فيطلع لي نتائج مظبوط. طيب بعد ما عرفت طيب خلاص نوع، ابدا احط بقى الباوندري كونديشن، المفروض ان ايه الكونديشن بتاعته او القيم المفروض ان هي الحديه. يعني انا مثلا المفروض عندي طرمبه بيدخل لها قد كده فلو ويخش لها قد كده، مثلا بتاخد مثلا من الجو، مثلا عندي بريشر 1 اتموسفير. فلو انا ما اعرفش ان الطرمبه دي بيخش لها قد ايه يعني وبتشتغل على بريشر كام، مش عارف اطلع بعد ما الاوتلت قد ايه. فانا محتاج ابقى عارف مجموعه كونديشن، الكونديشن دي يا اما تبقى عند الانلت يا اما تبقى عند الاوتلت، وهنشرحهم بالتفصيل دلوقتي. الجولز بقى، ايه الهدف من الاناليسيس بتاعي ده؟ انا بعد ما عملت السيميليشن ده على الريشه مثلا، انا ايه استفدت وايه هاخد ايه؟ تمام، هطلع مثلا الاستريس مثلا على حاجه معينه، محتاج اعمل تصميم مثلا ريشه ترومبه زي ما احنا بنقول، المفروض ان انا هطلع الاستريس على ريشه بتاعه الترومبه بحيث ان انا اشوف المناطق اللي فيها استريس عالي ابدا اعدلها، او اشوف الفلو نفسه مثلا ماشي في المكان المجاري بتاعه الترومبه مظبوط ولا هو بعيد عن المطلوب. اذا كنت بصمم هيت اكسشنجر مثلا هشوف الفلو اللي خارج ده التمبريتشر بتاعته مظبوطه هي اللي انا محتاجها، ولا يا ترى التمبريتشر اقل ولا التمبريتشر اعلى، اغير الفلو ريت شويه، مش عارف ايه البدن بتاع الهيت اكسشنجر نفسه استحمل معايا القيم الموجوده ولا ما استحملش، وهكذا. ده اللي هو الجولز. تمام، عايز اجيب الكفاءه، عايز اجيب الافكتيفنس بتاع مثلا الهيت اكسشنجر، عايز اجيب الكفاءه بتاعه الترومبه، عايز اجيب الباور اللي انا هاخده، اللي هتاخده الترومبه مني، اللي هياخده الكمبريسور مني، الكلام ده كله انا اقدر اعمله هنا. طيب بعد كده ابدا اعمل مش بقى، خلاص انا عملت خلاص الكمبيتيشنال دومين، عرفت الباوندري كونديشن بتاعتي واخترت الجولز، ابدا اخش على المش. المش طبعا عندي حاجه اسمها الجلوبال مش، طبعا هي المش اللي هي الكبيره اللي هي التقسيم احنا قلنا المش ده هو التقسيم بتاع الفلويد دومين بتاعي. عندي حاجه اسمها الجلوبال مش اللي هي التقسيم بتاع الدومين كله، وبعد كده بيبقى عندي لوكال مشز، يعني مناطق زي ما قلنا معينه كده بيبقى فيها المش اعلى من المناطق الثانيه. فانا وعندي برضو اثنين اوبشن، ممكن اشتغل مانوال، ممكن اشتغل اوتوماتيك، والاوتوماتيك بتاع سوليد وركس كويس خالص، يعني بيطلع شويه، يعني بيطلع بيقسم المش بشكل كويس. وممكن طبعا ابص على المش قبل ما اعمل اناليسيس. رنز اناليسيس، خلاص ابدا اعمل رن. وانا طبعا انا وبعمل الرن المفروض ان انا الجولز بتاعتي ببص على الكونفرجنس بتاعها. كونفرجنس يعني بتتقارب ولا لا. يعني انا مثلا دلوقتي الاتريشن الاولانيه طلعت البريشر بواحد، الاتريشن الثانيه طلعت البريشر بكام؟ بنص، بعد كده بربع، وبعد كده 2 من 10، يعني 25%، بعد كده 2 من 10، وبعد كده مثلا 0.19، 0.195، يبقى هو خلاص كده الفلو نفسه قرب بقى، خلاص قيم ما بين الفرق بين القيم وبعض بقت قليل جدا، وده اللي بيخلي يبقى دي القيمة مظبوطة. يعني خلاص انت كل ما بتحل اكتر كل ما بتقل متكبر المش، يعني كل ما بتضيق وتحل تلاقي ان القيمة تطلع عن نفس القيمة القديمة بفارق بسيط طبعا. فانت الفارق ده بتعمل له حاجة اسمها convergence criteria، بتحط قيمة كده وتقول هي دي مثلا 1 من 1000 ولا حاجة، ولا 1 في 10 أس 6، دي لو الفرق بين القيمتين البريشر في الحالة اللي موجودة حاليا والبريشر في الالتريشن اللي بعدها الفرق بينهم القيمة دي، يبقى كده خلاص انا كده هوقف حل. او مثلا بتقول انا هشتغل 1000 iteration مثلا او 500 iteration وهوقف حل. فده بتبص انت بتعمل تشيك على الكونفرجنس، وبتبص على الكونفرجنس ده بيحصل ولا مش بيحصل،
ممكن تبقى ما تعملش ممكن السيستم ما يعملش كونفرجنس طبعا لو الباوندري كونديشن بتاعته مش مظبوطه، يعني ما يقفلش، تلاقيه مثلا بيقول لك سولف وبعد كده يقول لك ايرور، ما مش قادر يحل الكلام ده لانه ما انت اللي حاطه ده ما ينفعش. تمام. بعد كده تعمل فيجواليز، تبص على الريزلتس بتاعتك وتشوف في تمبريتشر هنا تقدر تشوفها، في تمبريتشر على السيرفس ده تقدر تشوفها، محتاج تشوف مثلا البريشرز في رينجز معينه وتسيب رينجز تانيه، محتاج تشوف الفلو وتراجكتوريز، شكل الفلو هو بيتحرك جوه السيستم، فهتقدر تعمل الكلام ده كله وتشوف الجولز بتاعتك ده جوه ايه، جوه الريزلتس. طيب نبدا مع بعض نتكلم. الاول حاجه الفيزيكال فيتشرز تيك انتو اكاونت اللي هو الحالات بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها كفيزيكال. عندنا حالات خاصه بالفلويد وبعد كده حالات خاصه بالهيت ترانسفير. عندنا الحالات الخاصه بالفلويد اللي هي لما تشتغل ستيدي ستيت، اللي هي لما تشتغل تايم ديبندنت. السيستم ده لا يتغير مع الزمن. تايم ديبندنت ده ايه؟ ده بيتغير مع الزمن، زي مثلا تسخين حله، انا بسخن حله فبالتالي الحله دي بتسخن من وقت لوقت. الستيدي ستيت ده خلاص الحله سخنت وبدات هي اللي تسخن اللي جواها، مثلا الميه اللي موجوده جواها. طيب ممكن يبقى الفلو عندي كومبريسبل، ممكن يبقى انكومبريسبل، ممكن يبقى فيسكوس، ممكن يبقى انفيسكوس، ممكن يبقى هيت كوندكتنج، ممكن يبقى لا، يعني يوصل حراره ولا مش هيوصل حراره، ممكن يبقى نون نيوتينيان ليكويد، ممكن يبقى نيوتينيان نون نيوتينيان، يعني يخضع لقانون نيوتن من السوائل النيوتنز، او نون نيوتينيان يعني اللي ايه لا يخضع لقوانين نيوتن، يعني ايه الشير ستريس بيتناسب مع الريت اوف شير ستريس. تمام، لينيري الريت. انما في النون نيوتينيان ده ما يتناسبش مع اللينيري، يعني انا ايه هتلاقي ان النون لينير ده مثلا لو انا حبيت اكب حاجه كده لا ان هي هتاخد وقت اطول جدا زي العسل زي الكلام ده، انما النيوتينيان لا ما ياخدش وقت، يعني زي الميه مثلا هتلاقيه لا هو ايه بيتناسب معاه تناسب طردي. ممكن نشتغل على الصاب والترانسونيك والسوبرسونيك كومبريسبل فلو. ممكن كمان نشتغل كذا فلو مع بعض، يعني ممكن مثلا في الهيت اكسشينجر زي ما انا بنشتغل فلو سخن وفلو بارد، ممكن نعمل ميكس من اثنين فلو، وده ممكن نعمله في السوليد وركس. فكل الكلام ده نقدر نعمله ستيدي ستيت، تايم ديبندنت، انكمبريسبل، كومبريسبل، فيسكوس، نون فيسكوس، هيت كوندكتنج، سب، ترانس اند سوبرسونيك، اند تو اور ثري فلوز ات سيم تايم. طيب بالنسبه للهيت اقدر اشتغل هيت كوندكشن، اقدر اشتغل هيت راديشن، اقدر احط سورسز، ممكن يبقى عندي سبيشال كونديشن حاجات محتاج فيها الجرافيتي، اقدر احط جرافيشن فيلد. عندي بورس ميديا اللي هو حاجه زي فلتر مثلا، القماش بتاع الفلتر ده الفلو بيعدي جواه وبيحصل عليه بريشر دروب، فانا اقدر برضو اعمل له موديل جوه سوليد ورك، احط الهيت راديشن. لو انا عندي سيرفيس تو سيرفيس، عندي سيرفيس بيطلع راديشن وانا محتاج سيرفيس تاني يحس بده، اقدر اعمل ده. والروتيتنج ريفرنسز اللي هو مثلا ريشه، زي ما قلنا ريشه الترومبه دي هي بتتحرك بتلف بتدور، فانا محتاج ان انا اعرف السوليد وركس ان هي بتلف، فهو يقدر يعرف الكلام ده. ممكن حاجات تانية برضو فينومينس تانية ممكن اشتغلها بيها، اللي هي الووتر فيبر كوندنسيشن، ممكن اعمل كوندنسيشن كمان للفلو، ممكن اشتغل على الريلاتيف هيوميديتي لو انا شغال على، ممكن اشتغل هواء في رطوبه اقدر اشتغل هواء ورطوبه. هيت سينك سيميوليشن، عندي سورس بياخد حراره وما بيسخنش، فاللي هو هيت سينك سيميوليشن، او اللي هو زي الزعانف اللي موجوده في يعني اماكن تبريد بتاع ده الفينز والكلام ده. اقدر اشتغل بلتير كولر اللي هو ايه سيرمو الكتريك بلتير كولر، اللي هو بياخد حراره ويحول الحراره للكهرباء، او العكس ياخد كهرباء ويحلل الكهرباء الحراره. والكافيتيشن ان ووتر فلو، طبعا لو في كافيتيشن برضو اقدر اشتغل فيه. دي كل الحالات اللي ممكن اشتغلها، يعني انا لو عشت يعني اي حاله من دول تخطر على بالي لازم اعرف ازاي اعمل لها مودرنج على السولورك. هو السولورك يقدر يعملها، لكن انا لازم اعرف ازاي اعمل لها مودرنج واعرفه ان الحاجه دي في الاتجاه الفلاني. طيب خلصت وعرفت الكلام ده كله، وعرفت نوع السيستم بتاعي، وعرفت اذا كان في كوندنسيشن ما فيش كوندنسيشن، في وفي وفي فلو فقط او غيره. ببدا بعد كده احدد الكومبيتيشنال دومين، انا شغال بقى انترنال ولا اكسترنال. انا طبعا عندي الكومبيتيشنال دومين ده هو عباره عن المستطيل اللي هو ده الخارجي المحيط بالجسم بتاعي، فهو عباره عن ريكتانجل بريزم، يعني عباره عن منشور مضلع. وير ذا كالكوليشن از برفورمد ان كومبيتيشنال دومين باوندري بلينز ار اورثوجونال تو ذا كارتيزيان كوردينيتس. المستويات الثلاثه دول بيبقوا موازيين للاكس والواي وزد، يعني ده هتلاقي ده مثلا اكس،
هتلاقي ده واي وهتلاقي ده زد، فبيبقوا التلاتة دول موازيين للإكس والواي بالظبط. تمام، احنا زي ما قلنا في internal في external، فهنلاقي ده ال external وده ال internal. ايه الفرق بينهم وبين بعض؟ ال external ده بيبقى انت بتحدده، بتحدد اول حاجة ال pressure بتاعه وال temperature الموجودة فيه بشكل عام، وبعد كده بتحدد ال flow بال velocity بتاعت ال flow رايحة منين جاية فين بس كده. هنا لا، ده محتاج ان هو اولا يبقى مقفول، فانت بتحط له ليدز، بتحط له اغطيه بتغطيه من هنا ومن هنا، وفي نفس الوقت بتحتاج تشيك بقى ان هو ايه، مفيش اوبننجز، مفيش حتت فاضيه مفتحه، فالفلو بيمشي عندك من نقطه او من اتجاه لاتجاه تاني. فبتبدا بعد كده تحط الباوندري كونديشن بتاعتك على اتجاه، وبعد كده تبدا ايه، تخلي الفلو يتحرك ويطلع لحد الاتجاه التاني. كل ده جوه المسار ده. فهنا السوليد محاوط بالفلويد، لكن هنا العكس، الفلويد هو اللي محاوط بالسوليد. طيب ده الكومبيتيشنال دومين. نخش بعد كده على الباوندري كونديشن. طيب انا دلوقتي عرفت الفلو بتاعي وعرفت الكومبيتيشنال دومين بتاعي يعني شكله عامل ازاي، عايز اعرف دلوقتي ايه الباوندري كونديشن اللي نحطها، يعني الفلو داخل من الناحيه دي مثلا هيخش بايه. فالمفروض ان انا ايه، الفلو هيخش لاما بفلوسيتي، لا اما ماس فلو ريت، لا اما فوليوم فلو ريت، لا اما بريشر. انا مثلا عندي فلو معدي جوه الماسوره اللي من هنا دي، تمام، فالفلو هيخش هنا، رسمت الماسوره وبعد كده دخلتها على سوليد ورك، وبعد كده قلت ايه، حطيت للماسوره غطا من الناحيه دي وغطا من الناحيه دي، وقلت له ان ده انترنال فلو. هيجي بعد كده عايز اقول له الفلو ده داخل بحاجه معينه، وانا عايز مثلا ايه، عايز توزيع البريشر، وعايز او عايز توزيع التمبريتشر. فبقول له ايه، اقول له الفلو ده داخل لا اما اديله الفيلوسيتي، لا اما اديله ماس فلو ريت، لا اما اديله فوليوم فلو ريت، تمام، لا اما اديله بريشر هنا عند الانلت وعند الاوتلت برضه نفس الكلام، لا اما فيلوسيتي، لا اما ماس فلو ريت، لا اما فوليوم فلو ريت، لا اما بريشر. لكن بعمل ايه، لو حطيت بريشر هنا احط فوليوم او ماس فلو ريت الناحيه الثانيه، لو حطيت ماس فلو ريت الناحيه الثانيه احط بريشر الناحيه دي، تمام. فهو ده اللي احنا بنعمله، بنحط بريشر في ناحيه وبنحط حاجه ليها علاقه بالفيلوسيتي او الفلو ريت من الناحيه الثانيه، لان لو حطيت فيلوسيتي هو معاه الاريا يقدر يحسب الماس فلو ريت او الفوليوم فلو ريت. بالنسبه للاكسترنال هو ده ما فيش غير الامبيانت كونديشن، هو انت بتحطه وهو بياخد باله منه ان خلاص الايه، الامبيانت كونديشن مثلا او كونديشن معينه بريشر تالي مختلف، بس بياخده هو اللي بياخده حوالين الفلو. لو انت عندك فلو مثلا جوه مروحه، فهو بياخد الكونديشن عند الانلت وبياخد الكونديشن عند الاوتلت. طبعا بعد ما بتخلص الكونديشنز دي محتاج تعرف بقيه السطوح. يعني انا دلوقتي عندي، انا عرفت السطح ده وعرفت السطح ده بانه ده اوبننجز انلت واوتلت. طب وباقي السطوح بتاعت الماسوره دي فيهم حاجه اوبننجز؟ لا، دول عباره عن وول. فبنيجي بنعرف الوول بتاعتنا، سيمتري باوندري كونديشن از از ايديال وول كان بي سبيسيفايد. فنبدا نعرف الكلام ده على انه وولز. هنا مثلا في المثال بتاع المروحه ده كله الجناب دي كلها وولز، تمام، ده انلت ده اوت والجنب دي وولز. فانا بعرف الحاجات دي كلها على انها وولز. طيب الوولز دي ليها كام تعريف وممكن يبقى ليها كذا تعريف؟ طيب ايه وايه؟ ذا فولوينج طبعا على حسب اذا كنت انا شغال فيسكس فلو ولا شغال ايديال فلو. الفلو ده فيه هيت، فبالتالي طيب هو بيلامس الحيط، طب الحيط دي ايه بقى، درجه حرارتها ثابته ولا بتدي حراره ولا بتدي حراره ثابته، ولا الفلو اللي فيها الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعه ثابت ولا ايه. فبيقول لك هنا the following heat boundary condition can be specified at the model walls in contact with fluid. يبقى كل الحاجات اللي موجوده دي تقدر تبقى specified، يعني الوولز دي كلها دي الوول كونديشن، اي واحده من دول ينفع انا احطها على حسب الكونديشن بتاعي. اول حاجه الادياباتيك وول، لو انا عندي فلو ماشي جوه ماسوره والماسوره دي معزوله من الخارج، فالسطح بتاع الماسوره ده بنسميه ادياباتيك وول زي كده، تمام. الحراره بتيجي تروح ما ايه، راجعه تاني، ما فيش حراره بتخرج، او يعني كميه الحراره بتخرج قليله جدا، فاحنا بنقول ان ما فيش حراره بتخرج. وول ويز سبيسيفايد تمبريتشر، لا انا جيت قلت بقى ايه، لا ده في حراره بتدخل عشان ودرجه حراره السطح ده ثابت. يعني مثلا هنا المثال ده حيط عباره عن حيط والحراره بتتحرك من اتجاه لاتجاه، فالحيط ده درجه حرارته ثابته،
فبالتالي لو الفلو معدي على ايه هنا كده هو، فالفلو هيحس بدرجة حرارة الثابتة دي. فبالتالي انا اجي اهي اعلم السطح ده واقول ان درجة حرارة السطح ده وقول بس في ايه specified temperature، او اقول له wall with specific heat flux، سطح بتاع سخان بيطلع لي heat flux ثابت، تمام؟ فبالتالي برضو اقدر احط الهيت فلكس الثابت او الهيت ترانسفير الثابت واحط القيمه بتاعته في الوول، او هيت ترانسفير كوفيشنت ثابت زي كده، فلو معدي من جوه وفلو عدي من بره. طيب الفلو اللي عدي من بره ده الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعه ثابت، بالتالي طبعا مش ثابت فيه لا تمبريتشر ولا ثابت فيه، لان طبعا هو انت وماشي كده تمبريتشر بتتغير، ولا ثابت في الهيت ريت، لان برضو انت وماشي كده التمبريتشر بتتغير فالهيت ريت بتتغير. امال ايه ثابت؟ الهيت ترانسفير كوفيشنت بس هو اللي ثابت، وبتغير طبعا بس تغييرات بسيطه جدا ممكن ان احنا برضو نشتغل بيها، يعني كان نقول ان هو تقريبا ثابت. طيب ده بالنسبه للهيت كونديشنز. طيب ريال وول وذ رفنس، انا مثلا معدي على وول وانا شايف ان الوول دي فيها رفنس بتاعتها عاليه هتعمل لي بريشر دروب، اقدر احط القيمه بتاعت الرفنس بتاعتها جوه السوليد وركس على الوول. اقول ايديال وول بقى، لا انا شايف ان انا الحيط اللي هعدي عليها دي لا فيها حراره ولا فيها رفنس، يعني هتبقى مش هتعمل لي بريشر دروب، او انا مش محتاج البريشر دروب بتاعها، مش محتاج ادرسه، وبالتالي هعملها ايديال وول. موفينج وول بقى، اذا كانت الوول دي بتتحرك زي ما قلنا، لو احنا بنعمل ترانسليشن، لو احنا مثلا الفلو معدي على حاجه والحاجه دي تتحرك، وبالتالي اقدر احط ترانسليشن، او لو هي بتلف ممكن احط روتيشن. فدي كل الكونديشنز اللي ممكن احطها بالنسبه لاي وول موجود في السوليد ورك، وده هنشرحه طبعا بتفصيل جوه الاكزامبل اللي احنا هنعمله بعد المحاضره دي ان شاء الله. طيب الجولز اوف اناليسيس، خلاص انا خلصت دلوقتي، حطيت عرفت السيستم، عرفت الباوندري كونديشن، الكمبيوتيشنال دومين والباوندري كونديشن، عرفت كل حاجه. دلوقتي ايه المطلوب، ايه اللي انا عايزه، ايه اللي هي الجولز بتاعت الاناليسيس؟ طيب انا ممكن اكون محتاج ايه بقى؟ محتاج مثلا فلو بارامترز، محتاج شكل الفلو، يعني كبريشر، كتمبريتشر، كدنسيتي، كفيلوسيتي، ككونسنتريشن، يعني اي تي سي. مثلا عندي البريشر في نقطه معينه ما ينفعش يزيد عن كذا، مثلا انا عايز اخرج تمبريتشر جوه مثلا من بدل حراري لازم تبقى قيمتها بكذا، الكونسنتريشن اللي جاي من حاجه فلانيه ما ينفعش يزيد عن كذا، الفيلوسيتي لازم تبقى جايه بقيمه فلانيه. فانا مثلا محتاج اعرف البريشر دومين عشان اعرف قيم البريشر او كده عند نقط معينه في السيستم هي بالنسبه لي كريتيكال ات اني بوينت. طبعا اقدر اعرفه عند اي بوينت، عند اي سيرفيس او فوليوم بالنسبه للسيستم بتاعي، يعني لو انا عندي نقطه اقدر اعرف تمبريتشر عندها او بريشر او اي مكان، لو عندي سيرفيس اقدر اجيب الافريج بتاعه واقل قيمه واعلى قيمه عليه، والفوليوم كمان اقدر اجيب الافريج واعلى قيمه واعلى قيمه. طبعا يقدر يحسب التمبريتشر، ممكن يشتغل على الترانزيان فينومينا، يعني نشتغل على ترانزيان فينومينا، حاجه مثلا انا شايف ان هي هتقعد تتقلب او هتشتغل ترانزيان فاقدر اعملها ترانزيان. ممكن برضو احسب الفورسز المومنتوم والايروداينامكس كوفيشنتس برضو من خلال الاناليسيس بتاع الفلو سيميليشن. الماس فلو ريت، الفوليوم فلو ريت، البريشر دروب، هيدروليك ريزيستنس، لو انا عندي محبس وعايز احسب البريشر دروب بتاعه هيبقى قد ايه، عندي فانه وعايز احسب البريشر دروب بتاعها هيبقى قد ايه، الهيدروليك ريزيستنس لو في عندي مجموعه مواسير سيستم نتورك مواسير وعايز اعرف هو البريشر دروب هيبقى فيهم قد ايه، هيوصلوا للاخر ولا مش هيوصلوا، في نقط معينه هيبقى فيها كافيتيشن ولا لا، هيت فلو او هيت ترانسفير كوفيشنت، لو انا عايز احسب الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاع مثلا مبادل او بتاع ماسوره معينه اقدر احسبه بسهوله، والبارتيكلز تراجكتوريز ان ذا فلو فيلد اند بارامترز اوف بارامترز انتراكشن ان ذا موديل. التراجكتوريز بقى المسارات بتاعه الفلو، لو انا ايه بشوف الفلو موجود جوه حاجه معينه زي ما قلنا كده. دي الجولز اللي ممكن اكون احتاجها، البريشر والتمبريتشر، شكل الفلو، البريشر دروب، ستريسز، البريشر على اللودز الموجوده على اليمنت معين بحيث ان انا احسب الستريس. كده هنخش في المش بقى. طبعا المش القاعده العامه بتقول ان انا كل ما ازود المش كل ما ايه يعني سمولر سيلز جيف اكوريت، يعني كل ما اصغر المش كل ما ابدا، يعني ده الشكل بتاعي مثلا انا عايز اعمل له مش، فانا لو عملت له مش بالشكل ده هلاقي ان في جدا حيود كبير هنا اهو في الجناب عن الشكل الحقيقي. طيب لو عملت له مش بالشكل ده هلاقي الحيود قل شويه، لو عملت له شكل بالشكل ده هلاقي ان الحيود قل جدا.
فبالتالي كل ما اعمل ريميش اكتر كل ما ايه النتائج تطلع ادق، بس ده بيعمل require more computer resources، محتاج more computer resources، وده بيعمل مشكلة مع الكمبيوتر بتاعي ممكن ما يشتغلش. طبعا لو الدومين كبير وانا ما عملت ميشز كتير فبالتالي ممكن الكمبيوتر ما يشتغلش. You must remesh the model after any change of the geometry. طيب امتى انا اعمل ريميش مرة تانية؟ لو طبعا هو بيعملك الريميش اوتوماتيك او بيطلب منك اعمل ريميش، لو الجيومتري الشكل نفسه انا غيرت فيه حاجة، يعني كان شكل معين رحت انا مغير فيه، شلت بارت ونزلت بارت الكلام ده، غيرت في الشكل، فهو هيعمل ايه؟ ريميش. انما لو غيرت الباوندري كونديشن او البارامترز مش هيعمل ريميش، لانه هو كده الباوندري كونديشن بارامترز دي المفروض خطوه جوه الفلو اناليسيز، ما لهاش دعوه خالص بالمش جوه السولفر. اوتوماتيك ميشن طبعا بيقول كرييت ميش ان اكوردنس وذ سبيسيفايد مينيمم جاب سايز اند مينيمم وول ثيكنس. الاوتوماتيك ميش ده هيقدر يطلع لك نتائج مظبوطه جدا، وهو طبعا هو بيعمل الكلام ده بيبص على المينيمم جاب سايز، لو انت عندك جاب ما بين اتنين في سوليد فبالتالي هو بيشوف الجاب دي بتبقى قد ايه، والمينيمم وول سيكنس اقل سيكنس موجوده عندك علشان خاطر المش ما تبقاش اكبر منها، فبالتالي تعديها يبقى جزء فلويد وجزء سوليد، فده مش هينفع، فلازم ايه المش تبقى اقل من المينيمم وول سيكنس. عملت الاناليسيس طبعا زي ما قلنا محتاجين نبص على الكونفرجنس، والسوليد ورك في تولز كويس خالص تقدر تبص بيها على الكونفرجنس، وهو طيب ونقدر زي ما قلنا نحدد البري ديفاين كونفرجنس كريتيريا، يعني هنحدد عدد مثلا يعني المعيار اللي انا هتوقف عنده، انا هحدد عدد اتريشن معين او هحدد قيمه معينه فرق بين القيمه واللي قبلها، وبعد كده اعمل فيجواليزيشن للريزلتس، هبص الاقي ان الكات بلوت السيرفيس بلوت الايزو سيرفيس فلو تراجكتوريز بارتيكل ستاديز اند بوينت بارامترز سيرفيس بارامتر فوليوم بارامتر اكس واي بلوت جول بلوت ريبورت اند اكسبورت. كل الحاجات دي كلها اقدر اعمل بيها فيجواليزيشن للفلويد، عايز ابص على شكل الفلو على في بلان معين يعني مستوى معين، عايز ابص على شكل الفلو على سطح معين، عايز ابص على شكل الفلو في رينج اللي هو ايزو سيرفيس ده من قيمة القيمة، عايز اشوف من قيمة القيمة مثلا دي السطوح اللي عليها بريشر متساوي قد ايه، الفلو تراجكتوريز عايز اشوف شكل الفلو هو بيتحرك من مكان لمكان، عايز اعمل بارتيكل ستادي اخرج بارتيكل من مكان معين واخليه هو ايه اشوف البريشر هو يعدي على ايه، بوينت بارامترز عايز اقيس عند نقطة معينة، سيرفيس بارامتر عايز اعرف السيرفيس ده كل الافرج بتاعه، الفوليوم بارامتر عايز اعرف الفوليوم بتاعه، الاكس واي بلوت عايز اعمل بلوت للتمبريتشر مثلا مع على طول الهيت اكشينجر، او عايز اعمل بلوت للبريشر على داخل الريشه بتاعه الامبلر دي لحد النهايه من انلت للاوتلت، فاقدر اعمل الحاجات دي. وبكده نكون انتهينا من المقدمه بتاعت السوليد وركس، وهنبدأ إن شاء الله كده نتكلم عن الحاجات دي فعليا جوه البرنامج، وهنبدأ نعمل examples كده تصميم من البداية للنهاية، وشكرا جزيلا لكم.